صباحك سكر زياده. مشاهدينا الاعزاء، جينا لاخر فقراتنا، يعني لسه فاضل فقرتين. اخر فقراتنا النهارده هنتكلم عن يمكن الاتيكيت، القواعد اللي لازم العروسين يتابعوها يمكن وقت الفرح والتجهيزات اللي بتحصل قبليها. مظبوط، يمكن النهارده هنتكلم فعلا عن التصرف، اتيكيت التصرف، اتيكيت المظهر، مش بس العروسه لوحدها او العريس لوحده، ولكن الاثنين مع بعض لازم يكون شكلهم كويس. طبعا خبيره الاتيكيت موجوده معانا النهارده، وخبيره المظهر واللي دايما بتعلمنا حاجات لازم نهتم بيها هي ريهام الهواري اللي موجوده معانا النهارده ومشرفانا، وهتكلمنا اكتر عن الموضوع ده. صباح النور يا ريهام. صباح الخير. اخبارك ايه؟ ازاي؟ حلو قوي النيو لوك ده. يا ريهام شكلنا كويس. خلاص بقى اتكلمنا على الكونسيلر واتكلمنا على كل حاجه، جينا بقى على البيز. اتكلمنا على البيز وعلى الكونسيلر كمان. ايوه مركزه معايا. فعشان كده بقى جينا عند الاتيكيت، سواء من لبس او من طريقه التعامل او كل حاجه عن بعضها كده. اوكي. طيب بالنسبه نبتدي بالعروسه ولا العريس، ولا نبتدي بايه بالظبط في الاول؟ نتكلم عن اللبس في الاول. ايه اللبس على اللبس المناسب للعروسه او العريس، ويراعوا ايه في جسمهم لو شكل جسمهم مثلا فيه عيوب او حاجه؟ بصي، خلينا نبقى ايه يعني نسمي الحاجات كده باساميها عشان تبقى العمليه اسهل. ماشي. احنا بنتكلم على الايمج ككل، كمظهر ككل، سواء لبس او ستايل او الوان او الكلام ده. اللبس والمظهر دلوقتي احنا في زمن، عشان نبقى عارفين بنتكلم على ايه، زمن مرئي. يعني مظاهر. في لا في ساتلايت ديشز، في زي ما بنتكلم في بروجرامز زي هنا، فخلاص الصوره هي اللي بتتكلم، مش المور اوف كاركتر او الشخصيه او الاداء بتاع، فهي الصوره، خلينا نمسك الصوره. وبالتالي المظهر فبقى مهم في حياتنا العمليه وحياتنا الشخصيه، وبالتالي الافراح والمناسبات اللي هي بتبقى وانس ان لايف تايم، يعني مره في الحياه. أهمية المناسبة دي مش إن لازم أبقى بني آدمة تانية خالص، ولا غير شكلي، ولا ألبس حاجات متعودتش ألبس عليها، ولا لون شعر، لا، هي بيبقى امتداد لمين رانا، مين أشرف، امتداد لي مش بني آدم تاني خالص اللي بيطلع. وفي نفس الوقت بنبقى مهتمين، لأن بيبقى فيه صور، بيبقى فيه فيديو، وده هيبقى عايش معاك طول العمر، فمش عايزين يبقى فيه حاجات هفوات تضايق العروسة والعريس، كمان توري لأولادك، وكمان بعد لما أولادك بيكبروا بيتخدموا هم أصلا. أو يقولك أنت كنت بتلبسوا كده زمان. كل ما حد يجي يزورك في البيت، ورينا صور الفرح، ورينا صور الفرح. بالظبط كده. طب إيه اللي ممكن نبدأ بالعريس عشان هو حاجته أسهل يمكن؟ مش قوي كده، لا، عشان أنت قاعد. أنا ممكن دلوقتي حالا اللي عايزة. ايه اللي ممكن العريس يراعيه وهو بيختار بدله الفرح بتاعته؟ احنا هنتكلم على برضه زي ما بنعمل كل مره، هنتكلم على القاعده ونتكلم على الفاشن عشان دول بيتربطوا ببعض. زي ما اتكلمنا بالنسبه للرجاله، في ثلاث انواع اجسام اللي هي التقسيمه الاساسيه. الراجل اللي هو بيبقى الجسم بتاعه كونتورد، وده بيبقى اللي هو مور في كيرفز، الكتف كيرفد، في شويه بطن، بيبقى مش اللي هو الشارب ايدجد اللي هو الانجلر شيب، اللي هو زي حضرتك كده. الكتاف العريضه وجاي كده، اور السامي ستريت اللي هو بتبقى الكتاف والوسط، ما بيبقاش في فرق بينهم كتير. كل واحد من دول ليه طريقه بدله، لبس بدله معين، يعني اللي نازل كده لازم البدله تبقى متكسمه شويه من هنا عشان يبين جسمه، اللي هي الايطاليان او الانجليش كات مثلا. او السامي ستريت بيلبس سبانيش، والسبانيش بيبقى عليه حلو قوي سبانيش كات. الراجل اللي بيبقى مور كونتورد احنا بنقول يلبس الكونتيننت، لان الراجل الكونتورد لازم يبقى جاكيت ليتل بيت بوكسد، ما يبقاش ماسك وسط، يعني لو عندك وسط هو كونتيننتال اللي هو اليونيفرسال او الناس كلها ممكن منتشر وعارفين اللي هو مش بيكون ضايق عليه قوي، مش اللي ضايق عليه، اللي هي نازله ستريت، ما تبقاش الكتاف بتاعها عاليه، لان انت عارف الرجاله دايما بالكتاف بتاعهم ستريت، فلما يبقى هو كتافه نازله والبدله اعلى الشكل مش مظبوط، فبالنسبه دي الحاجات الاساسيه. نيجي للموضه. الموضة السنة دي ابتدت ترجع تاني للكلاسيك، يعني حتى لما يكون أفراح الصبح يقولك لا التكسيدو رجع تاني، الألوان هي اللي بقت أحلى. يعني جه يقولك بقى إيه، لايت كولرز، دخل البراون،
البراون بقى موضه بالنسبه بدل الرجالي. دخل يقول لك لا ده لازم يبقى فيه باستيلز، التيل اللون التيل اللون التيركواز بقت في في البوتاي. الويست كوت رجع تاني، زمان كان ده يحط الكامر باندو وخلاص، دلوقتي لا يقول لك فيه ويست كوت، والويست كوت ده لازم يبقى فيه ديزاين ممكن يبقى ماشي مع فستان العروسه. الالوان في الصيف باستيل للحاجات، البيج رجع يس ده للصبح. والابيض الابيض على طول موجود، بس هو الاسود البدله السوداء هي اللي قل شويه الامفسس عليها. ولو حتى بدله سوداء يقول لك لا تحط ويست كوت على ذهبي، يحط ويست كوت على بينك. وقلنا التوكسيدو رجع اللي هي البيج الجاكيت بقت طويله كلها من عشان كده رجعنا كلاسيكس، ما بقتش مور اوف سبورت. ممكن ارد على محمود بعد اذنكم؟ محمود الو صباح النور. المهندس محمود السماك. باشمهندس ازيك؟ ازي حضرتك؟ صباح الفل عليكم. اخبار حضرتك ايه؟ انتوا ازيكم عاملين؟ بقالنا كتير ما سمعناش صوتك، او انا ما سمعتش صوتك. لا ربنا يكرمك يا رنا. ازيك يا باشمهندس عامل ايه؟ واشرف بخير الحمد لله. الحمد لله تمام. ربنا يكرمكم ان شاء الله. معانا ريهام، تحب تسالها اي حاجه؟ والله انا كنت عايز اعرف، هو في طبعا نقطة محيرة برضو الأرسان والعرايس، يعني بالنسبة لو العروسة أطول من العريس أو يعني أطول من العريس، فطبعا دي بتبقى شوية ديفو في قلب الـ محرجة شوية بس ده كان زمان على فكرة. نعم؟ توم كروز يعني كسر القاعدة خلاص. لا ما برضو انت عارف برضو في التصوير وفي زي ما انت قلت في تصوير كاميرا في تصوير فيديو مزبوط بتاع مش عارفي، حتى في الرأسة الأولانية اللي هي الفالس اللي هي كانت في البرنامج اللي قبل كده، كنت انا ملاحظ ان العروسة اطول من العريس. ايوه فعلا. يعني هل ده ممكن نعالجه مثلا وكده هوت، ولو العريس قصير قوي يعني برضو، يعني هو طبعا الحب ما فيهوش ولا قصير ولا طويل ولا حاجات. بنتكلم عن المظهر، انا فاهم قصدي حضرتك. ولا المظهر مش هو اللي بيبقى كده هو. تمام. انما طبعا يعني برضو بيبقى ساعات بيبقى ديفو بتاع مش عارف ايه. صح صح ساعات بيبقى بدائي شويه. فنصلحه ازاي؟ حاضر يا باشمهندس. لان ما داخل طبعا على ايه، على تجهيز الافراح بتاعت ولادي، فعشان الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك يعني. الف مبروك وصباحكم فل يا باشا. صباحك سكر زياده يا باشمهندس. سكر زياده طبعا. يعني دلوقتي اعتقد ما بقتش تفرق قوي موضوع الطويل والقصير، عشان زي ما قلنا توم كروز هو فعلا كسر لنا القاعده واحنا كلنا مبسوطين بتوم كروز. بس لو كان الرجاله بتوعنا كلهم توم كروز برضه يا اشرف يعني دي نقطة معلش بس اني واي مش قادر اسكتها يعني. بس بس في حاجات بتتعمل. أيوة. يعني في حاجات لازم مثلا الكوافير يبقى حاطط في اعتباره فرق طول، لو لازم يتقل فبالتالي ما عملهاش شنيون عالي او تلبس كعب عالي كمان او البس كعب عالي، يبقى لازم هي تقلل في الكعب لازم، ومش بتبقى مشكله لان لو فستان طويل مش هيبان لو لابسه كعب او لا، فمش حاجه محرجه يعني. الشعر خلاص، الشعر كمان الموضه بقى اللي هو المور ناتشرال لوك زي شعرك طبيعي. يعني دي تسريحه عروسه ممكن تبقى كده، طرحه ما بقتش طرحه زي زمان ممكن قصيره او ممكن ما فيش طرحه خالص بقى الهيد بيس دي اللي واخده الموضه. سيبت شعري وقلعت الطرحه مثلا. فدي حاجه. وبالنسبه للراجل يعني بدون احراج في اللي هي اللاتين شوز، اللاتين شوز اللي بيبقى الكعب بتاعها اعلى شوي نلبسها ونطول الرجل بتاعه البنطلون مش هيبان قوي ان في كعب. ناخد بالنا بقى من الالوان، ما بقاش لابسه ما احاول اعمل دايما زي ما بنقول الكاموفلاج ايه، يا اي كرييت هوريزونتال لوكس اللي هي اللي بالعرض، يا اما الفيرتيكال لوكس اللي بالطول فاديله طول اكتر، ما اعملش تقسيمه الوان، ما اعملش حزام. ايوه النقط دي بقى المهمه، ما يعملش حزام، ما يبقاش في حزام. يطول ازاي بقى من فوق، يلبس ايه يعني من فوق؟ الالوان اللي الموضه بقى السنه دي تساعده قوي، لان احنا بنتكلم على ان طلع الويست كوت، فلما تلبسي ويست كوت لونه شويه غامق ماشي مع الجاكيت، فانت عندك الحته دي كلها بتبقى طويله لانه لون واحد. فبتبصي كده تاخديها من فبتحسي بتديكي الايحاء بان هو ممكن اطول من العادي. لو اسم العروسه تساعدنا مثلا كتافها عريضه شويه وشكلها حلو، نروح عاملين لها هوريزونتال لوك كبير من هنا بقى. فيبقى في خط من هنا كبير، ما تركزيش قوي ان هي اطول بكتير. يعني احنا بنقدر نلعب بالهوريزونتال والهوريزونتال والفيرتيكال لاينز، ان انت تعملي كاموفلاجينج للاطوار. بس لازم يكون بالاتفاق مع العروسه والعريس، وبعدين مش لازم بقى يبقوا واقفين على طول الوقت لازقين في بعض يعني كده كده هيلزقوا مع بعض لمده 50 سنه.
طيب بالنسبه للعروسه اتفضلي. للعروسه الموضه و ما بين زمان ودلوقتي مثلا، وايه الالوان الجديده؟ بصي زمان رجع تاني، احنا بنقول في الهات بيس بقى 1950s، كل الهات بيسز فاكره زماننا في الافلام العربي الحاجات اللي دي رجعت موضه. فال 1950s رجع تاني. بالنسبه للعرايس في 5 ميجر ترندز اللي هم الاتجاهات كلها اللي بيتعمل عليها دلوقتي. الاول بقى في عندنا الباستيل، تقدر تلبس الاخضر الفاتح، البلو الفاتح، البينك الفاتح، الجولد، الشامبين بنسميه بينك شامبين اللي مدي على اللون ده. فالباستيلز ريال امبير لسه موجود زي ما هو. الكالرز قلت شويه، كان سنه اللي فاتت نحط الامبرويدري في كالرز غامقه، تعملي ازرق تعملي، قلت العمليه دي شويه والالوان الغامقه قلبت باستيل، بس لسه موجود اللون. الفساتين القصيره موجوده لان ابتدت في الترندز اللي هي المور كاجوال، انا هعمل في جنينه مش عارف ايه، مش لازم البس. بس السؤال هنا هم العروسه تراعي ايه بالنسبه ان احنا عشان احنا كمان اتيكيت، فهي تراعي بين الشيبس حسب شيب ايه تلبس ايه، وده اللي احنا عايزين الشيبس بتاعت الستات. هنبتدي بالبيزكس وهنشوف ايه، لان ده حصل خلافات في نقطه خلاف في البرنامج اللي فات. في 3 شيبس اساسيه للستات اللي هي الشيبت، الست الستريت، الشيب اللي هي بتبقى عظمه الحوض عندها نازله شويه، ففي وسط اللي هي البنت كيرفي بتبقى اللي بتبقى كيرفي، سموهم اسامي غريبه. لا ما هو ده اللي يعني ده اللي هو اجسام الطلاينه او المصريات او الاسبانيه كده يعني. اوكي يا مشرف. اوكي. وبعدين في الست الستريت بتبقى عظمه الحوض عندها عاليه، وبالتالي الوسط ما بيبقى مش ما فيش انديكيشن للوسط. وفي السامي ستريت اللي هي بتبقى في النص، اللي بيبقى في وسط خفيف بس بتبقاش ما بيبقاش وسط ظاهر. ودي بقى بترجع الحته اللي بتملي فيها، يعني اللي يملى فوق شويه بتبقى ست مور ستريت، اللي تملى تحت بتبقى شيك. بناخد الاشكال دي ونبتدي نعمل عليها ده البيزكس. تغيري لو كانت كيرفد وكتافها نارو نقول ده البير شيب، لما تبقى هي كتافها عريضه مترة؟ وهي ستريت من تحت تقولي ده الابل شيب، عارفه الاور. لما الحاجات دي بقى اللي بيسموه دي عارفه زي ما تقولي ايه، حاجات مشتقه او فاريبلز بتحطيها على البيزك ستريت. طب كل واحد تلبس ايه بقى؟ مثلا لما اجي اقول واحده عندها وسط، طب انا الفوكس بوينت بتاعي انا عندي وسط حلو، يبقى البس حاجه الوسط بتاعها نازل عشان يبقى نازله على جسمي عامله كده. واحده مثلا ساي عندها منطقه الصدر صغيره، ممكن البس الامبير، بس ما تبقاش واحده صدرها كبير وتروح لابس امبير اقول له ايه بص هو الخط انا دي اكتر، ما بقاش عريضه من هنا واروح عامله خط عريضه. لو كتافها عريضه بتقولي ايه، لا انا مش عايزه الكتاف اعمل عليها امفاسيس، ما اجيش بقى اروح لابسه حاجه مفتوحه من هنا لهنا. ممكن اروح لابسه الجاكت، الجاكت طلع موضه، لونج سليفز طلعت موضه تاني مع فساتين الفرح. This is very nice. ممكن اعملها ما تبينهاش قوي يعني. ما تبينهاش قوي، ما اجيش اروح عامله خط في الحته دي، او احط لها الفوكس بوينت في حته تانية فتلاقي العين داخله مدينه راحت على حته تانية، ما تروح حته تانية، اطول اعمل لاين هوريزونتال لاين هنا فتبقي باصه في النص مش شايفه العرض كله. يمكن الرجلين برضو بتفرق يعني، لو انا مش قصدي حاجه قصدي كده يمكن في اس بنات رجليها بتبقى طويله وفي بنات رجليها بتبقى قصيره. تقصد البروبورشنز ما بين فوق وتحت، التوازن بين الاثنين. فساتين قصيره تليق على مثلا قصيره ولا طويله كده يعني، لما تبقى لو مثلا تكسر لغايه فين كده بالظبط، لما ابقى طويله قوي تقدري تروحي كسره الرجل في حته ما في هنا، او ما بقاش طويله ما بقاش نصي الفوقاني قصير. سؤال مفيد يا جماعه يعني، ما يعني اتخضيتوا ليه اول ما سالته؟ لا ما اتخضناش خالص، لا احنا ما بنتخضش، اتعود منك على كل حاجه. احس اني خايف. لا ولا حاجه. لما تبقى قصيره البسها ممكن طويل للاخر. ليه؟ لان ما اقسمهاش من النص، ما اروحش عامله خط في النص تبان قصير. طويل لما البس طويل يطولني. طيب لو هي عندها مثلا فوق قصير اوكي وتحت طويل، ما ادخلش حاجه جوه لان جوه لما بتروح حطي خط من هنا بيبان ايه، بتبان الحته فوق قصيره فعلا وتحت طويل، ده البس حاجه من بره. طب بالنسبه للجزم، مين اللي طليق عليها اكتر، الهاي هيلز التالونات العاليه، ومين اللي بيليق عليها الفلات، ومين اللي بتلبس نص نص؟ فاكر لما كلمنا بروبورشنز سالتني حته البروبورشنز دي. الجزم والحاجات دي اكسسوارز،
واحنا قلنا نرجع للقاعدة الأساسية تاني ان كل واحد ليه سكيل، يا اما ميديوم سكيل سمول سكيل يا اما السكيل الكبير. انا اجي احكم عليها من الانكل بتاع الرجل. لو هي رجلها رفيعة قوي من تحت ما لبسهاش بلك جزمة بلك تبقى تلاقي عيني كده، فلازم تبقى حاجه رفيعه زي يعني تبقى كعب رفيع، كعب رفيع والجزمه تبقى رفيعه الشكل ستريت، ما بقاش جزمه كبيره قوي او اللي هي كانت الارم لوكس اللي طلعت موضه وكانت السبورتس اللي بكعب، ما تبقاش جزمه عريضه قوي هي رجلها رفيعه على طول بتلاقي في امبالانس. ما تبقاش واحده رجلها مليانه اروح ملبسها الكعب كمان رفيع جدا، ما هتبان مليانه اكتر ما هي مليانه. مظبوط، دايما تعمل بروبورشنز للانكل بتاع الرجل، تقيس على حسب الانكل. مشكوره جدا يا ريهام، نورتينا النهارده، ميرسي على المعلومات دي. انا سعيده جدا ووحشتوني، بقى لنا كتير ما قعدناش مع بعض، ده حقيقي. شعرك حلو قوي، كلك على بعضك حلو. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل العظيم في اخبارنا المتنوعه. سؤال الأسبوع في صباحك سكر زيادة، من لحن أغنية لحن الوفاء لعبد الحليم حافظ؟ 1. بليغ حمدي. 2. محمد الموجي. 3. رياض الصنباطي. اتصل على رقم 4547 من أي موبايل، وكل يوم سبت حيكون معنا فايز بمبلغ 1500 دولار في صباحك سكر زيادة. للإعلان على OTV